يا أهل دواب وأهل أغنام وأهل بقر، نرجو من الحكومة الإسلامية ومن الدولة الموقرة تلتفت نظر على منطقة البسيتين بصورة عامة، لأن دام دارياتنا ودوابنا صارت مآسي، زراعتنا عدمت، حلالنا عدم. نرجو من الدولة الإسلامية تنتبه على هذا الموضوع وتسمع صوتنا للدولة الأعلى، لأن منطقتنا منطقة انعدمت، لا زراعة لا حيوانات لا أي عمل به. إحنا ناس مو أهل شرايك وأهل عمل، ناس مربين أبقار، مربين جاموس، مربين أغنام، كل المنطقة، مو أعني على روحي أنا. نرجو من الأخوة المعنيين بهذا الموضوع يتجهون عليه، ونرجو منكم تروحون تشوفون هسه الدواب، تشوفون حالتها شلون، تدور على الماي ماكو، الأسماك ماتت، الطيور ماتت، الجاموس مات. هذا الماي المالح يعيش بيه ما يعيش بيه، كون يطوننا ميه اله سنين معدده، بقيت هذا اللي يموت بعد يومين يصير سيب رابر على ازيد من هذا. بس مع الاسف الماي مالح، السمكه قاعده تموت، زراعه ماكو، دواب موتت من العطش، الوادي موتت عطش، شطوط يابسه، الهور يابس. هذا السمك، هذا الخير شوفه، هذا الخير كله راح يروح حريمه، حرامات والله. هسه يكون يهدون للميه ويخلون الماي ينزل على الهور، لا السمكه ماتت ولا الحيوانه ماتت، طيره تنزل عليه، سمكه تعيش عليه، وكله كله كله من ورا الماي هذا الحلو يصير. بس لا ماي مالح وما ينبلع، معناته عوش شنو؟ تعيش سمكه، تعيش طيره، تعيش هايشه، تعيش ياموسه، كل شيء ما يعيش. حتى بنادم لا يخلص الميه وبنفس الهور من هالماي ما يقدر يشرب. شطني وهذا هم الماي، هذا السمك اللي مموت، هاي هم بس الانباح، والسمك شوفوا ايش قد مموت، المنطقه كلها يابسه، ظل بس هاي النجيره. شوفوا طلع لكم هذا السمك، شوفوا شوفوا السمك ايش قد، المنطقه كلها حتى لا بكان للدواب تكيف. ماكو ما، وين يمشي؟ وين يبقى وجوهي؟ ماكو ما، لا إلهي، ماكو ما، ماكو ما، ماكو ما، شوفي اردنا مويه ماكو، ارحمونا ارحمونا، والله يرحمكم إن شاء الله، الله يرحمكم إن شاء الله. Продолжение следует...